ونبدأ باتصالات الإخوة والأخوات. الأخ سعود من الرياض، تفضل أخي سعود. سعود، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكفى خير يا شيخ صالح. حياك الله. الله يسلمك طول عمرك. شيخ صالح، احنا مجموعة من العسكريين نباشر في مهمة، في مهمة رمضان أو في مهمة مكة. ذهابنا من الرياض إلى مكة نؤدي نحرم من الميقات من السيل عشان نؤدي العمرة قبل مباشرتنا في العمل، ونواجه نقاط تفتيش من الجوازات يمنعوننا، يقول لك لازم تفسخ الإحرام بحجة أن يقصدوا يحسبوننا أن بمشارك في مكة نؤدي فريضة الحج، وهذا غير صحيح. حنا نؤدي المهمة في المشاعر، فهل علينا شيء إذا أحرمنا من الميقات وواجهنا نقاط التفتيش وألزمونا بفسخ الإحرام؟ طيب، شكرا. الأولى أنكم تأخذون إذن من مرجعكم قبل أن تتوجهوا إلى مكة، تأخذون إذن في العمرة، يكون معكم تصريح بحيث لا يعترض عليكم أحد. وأما إذا لم تأخذوا إذنا ولا تصريحا فأنتم تتعرضون لما ذكرت، فإذا أجبروكم على خلع الثياب وهذا من جهلهم، الواجب أن المحرم لا يتعرض له، لا يتعرض له ولا يؤذى، لأنه من آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ينبغي يشجع سهل طريقه. ولكن هؤلاء يطبقون النظام ولا يفهمون حكم الشرع في هذا، وإلا المحرم يمكن من ذلك، يمكن من أداء نسكه الذي أحرم به، لا سيما وأنتم محرمون بعمرة ما تأخذ وقتا طويلا من الوقت الوظيفي، فكان الواجب عليهم أن يساعدوا المسلمين على أداء مناسكهم. وإذا أجبروكم وخلعتم الملابس ثم عدتم ولبستموها إذا تعديتم، يجب عليكم إذا تعديتم هذا الحد أن تعيدوا ملابس الإحرام وتكونون معذورين فيما جرى منكم. وإن كان الإنسان يريد إبراء الذمة والخروج بيقين من المشكلة فإنه يفدي بأن يطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو يذبح في مكة، يطعم في مكة، أو يذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء، أو يصوم 3 أيام، لأن هذا من فدية الأذى المخير فيها. نعم.